لا احنا بنفاضل، افترضنا في هناك مريض بيصلي ومريض لا يصلي، واحنا عاوزين نطلع 50 جنيه، ال 50 جنيه ياخدهم مين؟ اللي بيصلي ولا ما بيصليش؟ اللي بيصلي. طب افترضنا ما تلاقيناش واحد يستحق زكاه الا واحد ما بيصليش، على احد القولين هو مسلم مش كده؟ يبقى نديله زكاه ان شاء الله. دواء صاحب المال اللي هو هيزكي هو ما يشتريش، يطلع زكاة ماله مال، ممكن انا الوسيط انا اللي اشتري لكن هو ما يشتريش. ايوه خد منه المال واشتري انت، لكن هو ما يشتريش. ليه؟ لان هو زكاة ماله جمال، زكاة قماش يبقى قماش، زكاة بقر يبقى بقر، ماشي الحال كده يعني، يطلع من جنس الايه المال بتاعه. والراجل اللي اخذ المال له ان يتصرف فيه بما يرى مصلحه ان شاء الله.